نعم منى، العملية الانتخابية لداخل البرلمان السريلانكي مستمرة في هذه الأثناء، من المنتظر أن تظهر النتائج في أقل من ساعة من الآن. الرئيس المؤقت أو الرئيس بالنيابة الحالي رانيل ويكراسامينغا هو من بين المرشحين الثلاث، نتحدث عن الثاني دالاس والثالث هو أنورا كومارا. المتنافسون الثلاث الأكثر حظوظا لحدود الساعة داخل البرلمان السريلانكي هو رانيل ويكراسامينغا، لكنه كذلك أقل حظوظ داخل المحتجين يرفعون صور رانيل ويكراسامينغا باعتباره مرفوضا من طرف المحتجين، ولا نقول الشعب، نقول من يتظاهرون في محيط القصر الرئاسي يرفعون شعارات مناوئة لويكراسامينغا ويرفضون أن يكون رانيل بديلا للرئيس السابق. نتحدث عن راجاباكسا الذي فر إلى سنغافورة. ما يتم الحديث عنه هو القطع من طرف المحتجين، القطع مع حاشية راجاباكسا إلى حدود اللحظة. وداخل هذا البرلمان لديه أربعة إخوة ولديه ابنين كذلك هم يعني أعضاء داخل البرلمان يصوتون حاليا، بمعنى أن قبل الاحتجاجات كان راجاباكسا الرئيس السابق هو رئيس البلاد، وكان أخوه ماهيندا راجاباكسا هو رئيس الوزراء. مع بداية الاحتجاجات استقال رئيس الوزراء السابق، نتحدث عن ماهيندا راجاباكسا، وبعد اقتحام القصر الرئاسي استقال الرئيس راجاباكسا. الآن إذا ما تم انتخاب دالاس ألاهوبيرما قد يهدأ الوضع بعض الشيء، لكن إذا ما تم انتخاب رانيل ويكراسامينغا الوضع قد يتوتر على مستوى المحتجين منى بشكل أكبر. لكن رانيل أعطى رسالة يوم أمس وقال أنه مع المتظاهرين السلميين، لكنه لن يقبل بمس بالحق العام وبالقانون العام كما قال. قال أنه سيدافع عن مؤسسات العمومية من أجل دورها، وبالتالي يبدو أنها رسالة واضحة. فهل رانيل ويكراسامينغا إذا ما أخذ التفويض من البرلمان في هذه الانتخابات الرئاسية الاستثنائية، نحن نعلم هنا أن انتخاب الرئيس هو انتخاب شعبي عام داخل المؤسسات داخل الشعب السريلانكي، لكن هذا الانتخاب الاستثنائي داخل البرلمان قد إذا ما تم اختيار رانيل ويكراسامينغا سيكون بين ثلاث أزمات: الأزمة الأولى السياسية، والثانية الاقتصادية الخانقة، والثالثة كيف سيتعامل مع المحتجين الشعبية. المحتجون يستمرون في التظاهر نعم، والأكيد سيرفعون من حدة التظاهر أكثر إذا ما ظهر اسم رانيل كفائز في الانتخاب الرئيس بشكل استثنائي داخل البرلمان. إذن بانتظار عمدة، ما الذي سيرشح عن هذا الاجتماع في البرلمان؟ من ربما قد يفوز بولاية جديدة أو قد يستمر رانيل كما ذكرت؟ حدثنا أيضا يا محمد عن الإجراءات الأمنية، كيف تبدو لتأمين البرلمان؟ تلاحظين خلفي قوات الأمن السريلانكية والجيش كذلك، لاحظنا طوال هذا الصباح منذ انتقالنا من مقر إقامتنا إلى البرلمان حواجز للشرطة والانتشار كثيف للقوات. نتحدث عن الجيش السريلانكي مسلح يعني جاهزين كأنهم يتأهبون لحالة ما أو لردة فعل ما. المراقبون هنا يرون أنه إذا ما فاز رانيل ويكراسامينغا في البرلمان وإذا ما أعطاه البرلمان التفويض قد تنفتح البلاد على المجهول بسبب المحتجين الذين قاموا البارحة بحرق صور رانيل ويكراسامينغا أمام المقر الرئاسي رافضينه أن يكون رئيسا. رانيل ويكراسامينغا البالغ من العمر 73 عاما يملك خبرة في كيفية التعامل مع البلاد، لكن قد تكون هذه الخبرة على الأقل بحسب معارضي خبرة قبضة البلاد بيد من حديد، وبالتالي أن هذا الأمر الآن مع مظاهرات الطلبة والشباب قد يكون الوضع مختلف. صحيح أنه إلى حدود الساعة الدولة السريلانكية عرفت كيف تتعامل مع المحتجين، لا يوجد هناك اصطدام، لا يوجد هناك حالة مشاحنات، لكن الانتشار الأمني اليوم الكثيف
قد تكون له أسبابه، قد تكون فقط الانتخابات البرلمانية الرئاسية داخل البرلمان، أو أن هناك حالة تأهب لفرض أمر الواقع والدفاع عن المؤسسات حتى لا يتكرر اجتياح المتظاهرين للمؤسسات الدستورية كما فعلوا عندما قاموا باجتياح إقامة الرئيس السريلانكي السابق غوتابي راجاباكسا.